النقابة الإدارية تكشف إهدار 3 مليارات جنيه في تنفيذ خط مياه القاهرة الجديدة. ضربات متتالية حققتها هيئة الرقابة الإدارية على مدار 72 ساعة فقط في بعض المحافظات. تم ضبط بعض أصحاب الشركات الخاصة، بعض الاستشاريين اللي قاموا بأعمال إسناد وتوريد واستلام لبعض مواسير مية كانت غير مطابقة للمواصفات، تحديدا في مشروع خط المياه الرئيسي في منطقة القاهرة الجديدة. وده ترتب عليه تحميل الدولة، ده كان في سنة 2007 عفوا، كان ترتب عليه تحميل الدولة أضرار مادية وصلت ل3 مليار جنيه، وكمان تعريض أكيد حياة المواطنين للخطر. كمان من ضمن القضايا ضبط مسؤول قسم الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي محافظة القليوبية، وده عقب تقاضي رشوة 24,000 جنيه. إلى جانب طبعا هم ذاكرين القضية بتاعة القاهرة الجديدة أسماء الاستشاريين والشركات الخاصة بدون استثناء، ولكن يعني لأنه القضية دلوقتي بيبشروا التحقيقات فيها فالأسماء بنتحفظ أن احنا ننشرها لحضراتكم.